بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، محاضراتنا مستمرة. في هذه المحاضرة راح نكمل على الـ Evolutionary Algorithm ونتكلم عن الـ Genetic Algorithm Operators. أول Operator راح يكون هو Selection Operator، تحديداً Parent Selection Operator. هذا الـ Operator وحسب ما تذكرون كان يعتمد على مبدأ الـ Roulette Wheel. كيف أحسب الرولت ويل؟ الرولت ويل حساب أو الكونفيجريشن تعتمد في إيجاد أو في تحديد البروبوشن للفتنس لكل إنديفيدوال بالنسبة لبقية أو للتوتال فتنسز أوف أول إنديفيدوالز. في هذا المثال عندي في الجنريشن زيرو مثلاً الميتينج بول يحوي على 4 individuals بالفتنسز المبينة باللون الأبيض 3 1 6 2. التوتال راح يكون هو 12. حتى أحصل على هذا الرولت ويل البارتيشن أحصله من خلال احتساب نسبة الفتنس لكل individual على الأوفرال. فراح نشوف أعلى فتنس اللي هو طالع عندي بالجريد 0.5 كانت للإنديفيدوال 3 اللي الفتنس إلى 6 وبالتالي 12 راح تكون النسبة المئوية إلى 0.5 مثل ما شايفين. وأكوردينجلي بعد ما عملت هذه الكونفيجريشن أبدي أنفذ هذا السيدو كود للرولت ويل سيلكشن أوبريتر. أكون في البداية حسبت الـ sum of all fitnesses عن طريق المتغير sum، بعدين أحسب أو عفوا أعرف الـ partial sum اللي يبدأ الـ initial value 0 والإندكس اللي هتحرك فيه على الـ mating pool اللي هو J وأيضا بلش بـ 0، وأعرف متغير rand اللي هو random number يتولد بـ range من 0 إلى 1 اللي أحصل هذا الراند من حساب الراندوم فاليو اللي يتولد لي مضروب بالسام، وأدخل في هذا اللوب. اللوب يستمر في الحركة من بداية الميتينج بول لحد ما أوصل إلى pop of J اللي يكون إلى الفتنس عند هذا الاندفجوال حققت لي partial sum أكبر أو يساوي راند، أو لما أوصل إلى الجي وصل البوب سايز يعني كملت الحركة على كل الاندفجوال بالميتينج بول. بعدها أرجع الجي اللي هو الاندكس للبوبوليشن ممبر أو للاندفجوال اللي وقع عليه الاختيار. في عندنا هذا المثال لفانكشن يو تأخذ متغيرين الـ X والـ Y، معرفة الفورمولا مالتها أمامكم واضحة، والليد طبعاً منطينا هنا ملاحظة إنه الـ X والـ Y هي عبارة عن integer variables قيمتها تقع بين الصفر والسبعة، وبالتالي راح تحتاج لتمثيلها بالباينري لكل من X Y 3 bits enough حتى تأخذ القيم من الصفر للسبعة. السترينج أو الاندفجوال راح يمثل بـ 6 binary digits في الrepresentation، وبالتالي راح أولد الانيشال population راح أولدها randomly. راح أخذ أول 6 bits من اليمين إلى اليسار، سوري من اليسار إلى اليمين، أول 3 بت للإكس وثاني بت للواي. فأول individual البت ما راح تكون اللي هي 0 0 1 اللي هي راح تمثل الإكس تساوي 4 والواي راح تكون 1، والبقية مثل ما واضحة في العرض. accordingly راح أحسب الفتنس according للفورمولا اللي موجودة لهذه الفانكشن اللي هي اليو. للx y 4 بـ1 حصلت على فتنس 13، البعد 1 بـ4 37، 6 بـ2 فتنس 2، 0 بـ4 الفتنس كانت هي 50، وواضح إنه أقلهم فتنس راح يكون هو الاندفجوال الثالث اللي حصل فتنس 2.
accordingly حتى أحضر الرولت ويل راح أعمل هذا الحفل الأخير اللي هو مكتوب عليه normalized. هذه هي النسب المئوية اللي تطلع لي partitions في الرولت ويل اللي راح تنطيني الفكرة عن chances of reproduction for each individual. طبعا راح يقع الاختيار كل ما يكون عندي للإنديفيدوال أعلى proportionate أو أعلى partition راح يكون له أعلى chance to reproduce. بالنسبة للأوبريتورز اللي هستخدمها في كل generation راح تكون هي الكروسوفر والليميتيشن. بعد ما نفذت عملية parent selection بالرولت ويل اختارت parent 1 parent 2 راح أبلش أول operator هشتغل فيه هو الكروسوفر operator. بالنسبة للباينري representation الكروسوفر operator راح يكون اللي هو التراديشنال اللي هو 1 point crossover اللي هو واضح في هذا العرض وتكلمنا عنه خلال محاضراتنا. النوع الثاني اللي هو الـ 2 point crossover. طبعا أنا من كل 2 parents راح أطلع 2 children وأستخدمهم later on مع الأوبريتر الآخر. فكرة هذا النوع من الأوبريترز إن كان 1 point وإذا كان عندي 2 point معروف عنه انه الى positional bias. positional bias يعني يعتمد على مواقع القطع وبالتالي ال segments او ال partitions من ال parents اللي تورث الى ال children راح تحافظ على ال order لل genes فيها as it is ما عندي اي لخبطة. ف بديل حتى يعني أتحكم في هذا الموضوع أحاول أخلط أكبر عدد من الجينيتك ماتيريال وأحصل على information جديد أختار ما يسمى بالإم بوينت كروسوفر اللي هو الحقيقة يعني إعمام أو تعميم على ال 1 بوينت أو ال 2 بوينت. اللي يصير في هذا النوع من الأوبريترز إنه أنا أتحكم بعدد الكروسوفر بوينتس أختار المواقع القطع راندوملي وأبدي سأخذ يعني أسوي جلو للبارتيشنز بين البيرنت 1 والبيرنت 2 بشكل يعني alternative يعني أخذ البارتيشن الأول من البيرنت الأول لحد الكروس أوفر بوينت بعدها أكمل بعد نقطة هذه القطع أكمل بالبارتيشن من البيرنت 2 وأرجع أخذ بعد هذه النقطة التالية أخذ البارتيشن من البيرنت 1 وهكذا أخذ alternative partitions من البيرنت 1 بيرنت 2 وأخذ عكس هذا الترتيب في توليد الـ 2 children. ايضا اكو النوع الاخر اللي يشتغل على الباينري ريبريزنتيشن في سمبل جينيتك الجوريثم اللي هو اليونيفورم كروس اوفر. في هذا الكروس اوفر البيرنتس راح اشتغل معها كانه عندي الكوين العمله النقديه هذه راح يكون لها هيد وتيل. في هذا المثال مثل لنا في هذا المثال انه الهيد للبيرنت 1 والتيل للبيرنت 2 ومنطيني البيرنت 1 كل زيروز والبيرنت 2 كل وانز وهذه الحقيقه يعني جنرال اكزامبل فعليا مو بالضروره يكون البيرنت 1 كل اصفار البيرنت 2 كل وانز لا اي قيم حسب البروبلم I'm solving. الفكرة انه لو عطيت الهيد للبيرنت 1 حتى اولد تشايلد 1 فاسوي فليبينج للكوين اذا كانت الكوين 0 واللي مخصصته للبيرنت 1 في each bit starting from left to right اذا كانت هيد فراح اخذ الفاليو او الالل للجين من البيرنت 1 وإذا كانت tail راح أخلي في هذا الposition الـ all value للجين
في ال parent 2، وهكذا أولد ال child 1. لل child 2 راح أسوي أو أنطي عكس ال flipping، يعني أنطي إذا كان ال hand ال head sorry طلع لي head، فأنطي لل parent أو أخذ ال gene value من ال parent 2، وإذا كانت عندي tail فأخذ من ال parent 1 وهكذا. لحد هذا لهذا الحد احنا كنا نتكلم عن الكروس اوفر اوبريتر في السمبل جينيتك الجوريثم اللي يفترض تشتغل على الباينري بريزنتيشن. وات اباوت البروبلمز اللي ما ممكن استخدم منها الباينري بريزنتيشن؟ البروبلمز اللي هي ريل وورلد بروبلمز اللي هي مور كومبلكس، اللي يكون عندها السيرش سبيس هيوج، اللي تعتمد على الاوردرينج او السيكونسينج اوف الاوبجكتس او الجينز اللي راح استخدمها في الحل. هكذا بروبلمز اللي تعتمد على الاوردرينج والسيكونسينج اوف اوبجكتس اسميها بالبرميتيشن بروبلمز. اكزامبل عندنا السورت الجوريثمز، والاكزامبل الاخر اللي هو المور بوبولار اللي راح نستخدمه خلال محاضراتنا اللي هو تي اس بي بروبلمينج سيلز بيرسون بروبلم. هذول التو اكزامبلز الكومن بيهم انه اني حتى احل المشكله احتاج اتعامل مع عدد ان من الاوبجكتس او من الفيربلز. هذه الاوبجكتس تظهر عندي في اوردر معين، احتاج هذه المجموعة الفيربلز تمثل لي السوليوشن الاندفجوال اللي هو السوليوشن لحل مشكلتي. مجموعة الحلول تتطلب مجموعات مختلفة من الاوردرينج لهذه الاوبجكتس. اكزامبل عندي في البرميتيشن ريبريزنتيشن مثل ما تكلمنا راح ناخذ احنا الترافلينج سيلز بيرسون، انه انا عندي الاوبجكتس مالتي عباره عن السيتيز وعندي وكلاء مبيعات الترافلنج سيلز مان. هذول الاشخاص المفروض ينطلقون من سيتي بروفايدنج سام سيرفيس وينتقلون من سيتي الى اخرى بمجموعين من السيتيز بديفرنت اوردرينج، على ان يمرون على كل سيتي مره واحده فقط ويرجع الى محل منطلق من عنده للسيتي ينطلق من عنده. المطلوب انه التور اللي تحركها الترافلنج سيلز بيرسون تكون او تحقق لي المينيمم لينث. السيرش سبيس مثل ما تكلمت في هذه البروبلمز، هذه من المشاكل المعقده، السيرش سبيس بها يعتمد على عدد السيتيز اللي لو كانت ان حجم السيرش سبيس راح يكون ان فاكتوريال. فلو كان عندي 30 سيتي فهيكون 30 factorial اللي هو about 1032 possible tours، يعني 1032 possible solutions. وبالتالي مطلوب إيجاد الحل الأمثل اللي هو التور اللي حقق من المينيمم ليه. الآن الكروس اوفر التراديشنال تكلمنا عنه ما ممكن أن ينفع في هكذا problems مع هكذا representation scheme. في هذا المثال لو كان عندي ال two individuals اللي مبينة قدامكم بالأحمر والأزرق، لو استخدمت one point crossover راح يطلع لي two children راح نلاقي فيهم تكرار، يعني أول child بواحد اثنين ثلاثة اثنين واحد، واحد اثنين ثلاثة أخذها من الparent الأول والاثنين واحد بالأزرق من الparent الثاني. صار عندي الاثنين والواحد هذول ال two cities على سبيل المثال تكررت، بينما الأربعة والخمسة فقدت وكذلك بالنسبة للchild الثاني. فالحل راح يكون استخدم different kind of crossover operator اللي هو الorder one. الorder one راح ناخذ exactly على هذا المثال موضح قدامك. الخطوة الأولى هذا عندي يعني إلى left هذولي هم ال parents اللي وقع عليهم الاختيار. أختار random segment اللي هي shadowed
بيكون في نفس البوزيشنز بالبيرنت الأول والثاني. حتى أولد تشايلد الأول راح أنسخ السيجمنت من البيرنت الأول وأخليه في تشايلد الأول اللي هي 4 5 6 7. طيب شلون راح أكمل بالنسبة لبقية البوزيشنز؟ راح أخذ بقية السيتيز اللي هي ما ظهرت لي في هذه السيجمنت اللي هي طبعا هتكون 1 و2 و3 والثمانية والتسعة. أنسخ هذول الجينز أو هذه السيتيز من البيرنت الثاني بالترتيب اللي ظهرت فيه في البيرنت الثاني من بعد الكروس اوفر بوينت، من بعد الكروس اوفر بوينت الثانية أو من بعد نقطة القطع في البيرنت الثاني. يعني لو ننتبه على البيرنت الثاني من بعد القطع، يعني عندي هي السيجمنت 8 2 6 5، من بعد هي الظهر لي الواحد. اوكي الواحد بعد شي يجي 4، بعدين اعمل wrap around البيرنت. الاربعة موجودة فما راح احتاج اخذها، فاني اخذت الواحد وعملت wrap around راح يطلع لي 9. يس هذا اللي هو احتاجه. وبعدها الثلاثة، وبعدها السبعة موجود ما راح احتاجه، بعد يظهر لي الثمانية، بعدها الاثنين. اذا بالترتيب الواحد والتسعة وثلاثة واثنين وثمانية، سوري واثنين، اخذتهم من البيرنت تو بالترتيب اللي ظهرت فيه البيرنت تو من بعد السيجمنت وعمل راب اراوند. اوكي وابدي اعبيهم هذول الفايف انتجرز او الفايف سيتيز من بعد السبعة، وايضا اعمل راب اراوند واحصل على تشايلد 1. Child 2 راح اخذ السيجمنت من البيرنت 2 وما تبقى من الانتجرز، اخذ ترتيبها من البيرنت 1 وانسخها في Child 2 واحصل على Child الثاني. هذا بالنوع اللي نسميه بالاوردر 1. بالاوردر 2 ان partially mapped crossover PMX ناخذه في هذا المثال، هذا اللي في هذا السلايد، هذا هو السيدو كود. نشرح يعني على هذا الاكزامبل. ايضا هما نفس البيرنت، بس طبعا يكون عندي اكوردنج لهذا الاوبريتر راح يطلع لي ديفرنت تشيلدرن. ايضا راح اخذ السيجمنت، نفس السيجمنت، انسخ السيجمنت من البيرنت 1 للتشايلد 1 واكمل البقيه هذا في ستيب 1. بالستيب 2 راح اكمل الخطوه الثانيه، اتحرك على السيجمنت من البيرنت 2. بدايه السيجمنت تبدا بالثمانية، الثمانية طبعا ما موجود او ما نسخ الى تشايلد 1، فراح اسوي ماتشنج، اخذ الثمانية في البيرنت 2 شي قابلها في البيرنت 1، أربعة الأربعة في البيرنت 1 وين موجودة في البيرنت 2؟ راح نلاقيها موجودة في نهاية البيرنت 2. اوكي هذا راح يكون البوزيشن اللي انقل او اسوي كوبي للثمانية في هذا الموقع من التشايلد 1. اوكي فهذه هي الستيب 2. طبعا اكمل هذا الاوبريشن بالستيب 2. اجي الان على الاثنين، الاثنين ايضا هي مو موجوده بالسيجمنت للنسخات، فاشوف اثنين هذه بالبيرنت 2 شي قبل بيرنت 1، 5 ارجع الخمسة في هذا الاكزامبل هابن انه موجوده ضمن السيجمنت، فاكمل عمليه الماتشنج. سوري ارجع اقول الخمسة بالبيرنت 2 شي قبل بيرنت 1، 7 السبعة وين ظهرت في البيرنت 2؟ ظهرت بالموقع الثالث من البيرنت، فمعناته الاثنين هذه فاينالي راح انسخها في البوزيشن الثالث. اوكي انتهيت شغلي على السيجمنت، ما تبقى اللي هم الواحد والثلاثة والتسعة، ستيل هما ما موجودين في هذا التشايلد، انسخهم وانفذ كأنما الاوردر 1، اخذ ترتيبهم حسب ما تظهر في البيرنت 2.
من بعد نهاية السيجمنت وأعمل أيضا راب أراوند، فرح تطلع عندي الواحد أولا ثم التسعة ثم الثلاثة. الواحد راح تجي في البوزيشن قبل الأخير في التشايلد، وأكون عبيت التشايلد في هذه النهاية، أعمل راب أراوند ويكون عندي المواقع الأول والثاني عبي بيها التسعة ثم الثلاث. هذه هي الفاينل اكزامبل. راح اكمل او انهي الحقيقة محاضرتي الى حد الساكلك كروس اوفر، واكمل معاكم بالمحاضرة الجاية. شكرا جزيلا لإصغائكم.